السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا، الحلقة ديال واحد في شهر واحد. اليوم إن شاء الله غنطرقوا للعديد من المواضيع، من بينها الموضوع ديال شرح الوثيقة اللي خاصك توقع عليها قبل اللقاح. قبل ما دير الجلبة غتوقع على واحد الورقة، بزاف الناس غتقول اش هاد الشيء اللي مكتوب، علاش غادي نمضي، واش بغني قول بوني، واش غادي يقول لي المسؤولية ديالك الا وقعت لك شي حاجة. لذلك انا غادي نشرح لكم بشكل مبسط جدا باش تعرفوا ريوسكم علاش غادي تمضيو. ثاني حاجة غنمشيو نشوفوا شحال ديال الناس جلبوا، نساء رجال وكل جهة بوحدها. غنمشيو نشوفوا كذلك شنو وقع البارحة اخوان، حرب ديال الاحتفالات، كانوا جرحى، كانوا موتى كذلك، وكانت كذلك عملية السرقة في 12 ديال الليل مع ديك الوقيتة اللي كانوا كيديروا فيها الألعاب النارية. غنتكلموا كذلك على الناس اللي خدت الغرامات، أكثر من 1300 شخص، والنيغوتسيوات اللي سدوا. غنشوفوا خبر اللي زوين وممتاز، الأطفال المغاربة كياخذوا الميدالية الذهبية في العديد من البلديات الإيطالية، هما الأولين اللي كيتزادوا في سنة 2021. كنتكلموا على مودينا، تورينو، كنت كلموا على بيومبينو وطراني. لذلك اخوان غنشوفوا هذا الخبر وغنمشيو نشوفوا هاد العائلات ان شاء الله، وغنتكلموا على زياده الحالات في ايطاليا. صراحه الحاله بدات كترتفع بزاف، واخا اليوم التحاليل ناقصين، الناس اللي كنلقاو في كل 100 تحليله راه رقم مرتفع جدا. لذلك اخوان غنمشيو نشوفوا الحاله الوبائيه في ايطاليا في المناطق. مثلا البارح الفينيتو سجل تقريبا 5000 حاله يا اخوان. وقبل ما نبدا نبغي نجاوب على الاخ اللي قال لي البارح طولت الفيديو بزاف، يعني 25 دقيقه. الاخوان ثقوا بيا، الاخبار اللي كان ممكن انني نقولها اليوم وصراحة مهمة للغاية ما طرقتش لها. علاش؟ حيت الفيديو غيطول بزاف. فاش كنمشي نسجل راه كنسجل تقريبا 50 دقيقة، راه كنعيا ما ندير في المونتاج ونقص الكلمات ونقص الجمل، ولكن راه الله غالب هادشي اللي كيطلع ليا يا اخوان. بغيتو نقص ندير لكم غير 10 دقائق راه ماشي مشكل. لذلك كنشكر جميع الناس اللي كدير لايك، واخا البارح ما داروش بزاف الناس، والناس اللي كتخلي تعاليق، في حين انه الناس اللي ما مشتركش في القناة اشتركوا يا اخوان باش تبقاو توصلوا بجديد اخبار ايطاليا ان شاء الله. واحد العادة اللي زوينة بزاف في الصحافة الإيطالية إخوان هو أنه كل سنة وكل بداية السنة كيعطيو أهمية شكون هما الأطفال اللي زادوا هما الأولين في مختلف الأقاليم الإيطالية أو في إيطاليا عموما. لذلك غنمشيو نشوفوا شكون هما المغاربة اللي زادوا الأولين. وبطبيعة الحال كل سنة، وأنا كانت العادة ديالي أنني في الصفحة ديالي على الفيسبوك كنشر شكون هما الناس المغاربة اللي تزادوا، أو على الموقع ديال بلادي بلا اللي كان في القديم إخوان كنشر شكون هما الناس اللي تزادوا في أوائل السنة. بطبيعة الحال كنتكلموا دائما على مغاربة. أول طفل وأول طفلة تزادوا في البروفينشا ديال مودينا إخوان، وربما من الأوائل في إيطاليا، هي فردوس، تزادت من أب اللي سميتو أيوب 28 سنة، وأم اللي سميتها إلهام اللي عندها 24 سنة، مع 12 وجوج دقائق، يعني جوج دقائق بعد منتصف الليل. لذلك الله يكبرها في عزكم هذه البنية، والله يحفظها لكم ومبروك عليكم. ونمشيو نشوفوا شكون هما المغربية الثانية اللي تزادت من وراء 12 ديال الليل. الثانية هو واحد الطفل اللي سميتو هنا كاتبين أونياس، ولكن كنظن بلا أنه الطفل سميتو يونس. لذلك تزاد من وراء 12 ديال الليل بثلاثة دقائق في مدينة بيومبينو، بالطفل الأب والأم ديالهم راهم مغاربة. هذه هي الصورة ديال الأم هنايا كيف ما كتشوفوا، ومبروك على هذه العائلة والله يكبر هذا الطفل في عزكم إن شاء الله. كذلك الطفلة الثالثة وهي أول طفلة تزادت في مدينة تورينو يا إخوان، في السبيطار ديال ماريا فيتوريا دي تورينو، من بعد 7 دقائق بعد منتصف الليل، سميتها دعاء. وحتى لهاد العائلة المغربية كنقول لهم مبروك عليكم، وخا صراحة مع هاد الكوفيد الأب ما بقاش قادر أنه يدخل حتى للسبيطارات كيف ما كتشوفوا معايا هاد الصورة، راه ما كاين لا أب لا حتى شي حاجة. ولا حتى في هاد الصورة يعني الأب ولا ممنوع أنه يدخل السبيطار، علاش؟ حيت كاين هذوك المخاوف من الكوفيد، كيدخل على العيالات اللي خاصهم يولدوا بطبيعة الحال من بعد ما أنا داروا لهم التحليلة. في حين أنه رابع طفل مغربي تزاد، ولا ماشي رابع إخوان، هاد السيدة ولدت توام، مبروك عليها والله يحفظهم ليها والله يكبرهم في العز ديالها إن شاء الله. لذلك البنية راه سميتها إيناس، والوليد سميتو ربما إلياس ربما ياسين. لذلك هنا راه مكتوبة إليازيم، ولكن على ما أظن غيكون خطأ من الصحافة، غير كيسمعوا بودني مو كيكتبوا، لذلك كيغلطوا. لذلك الطفل والطفلة راهم تزادوا وحدة مع 16 و 13 دقيقة، يعني مع 4 و 14 دقيقة، 4 وربع ديال بوميريجو ديال العشية، ولكن كيتعتبروا أول ناس تزادوا في البروفينشا ديال تراني، يعني حتى شي واحد في تراني ما تزاد قبلهم. في حين يا اخوان هاد الصوره اللي كتشوفوا معايا راه ماشي ديال العائله المغربيه، العائله ديال الفردوس اللي تزادت في مودينا راه ما كاينش الصوره ديالهم يا اخوان. لذلك الحمد لله المغاربه مراتب اولى وميداليه ذهبيه ونحاسيه وفضيه، الحمد لله ما ناقصنا حتى شي خير، ومبروك لكل هاد العائلات المغربيه ان شاء الله. كيف ما شفنا يا اخوان وزيره الداخليه لامورت جازي كانت وعدت بلا انه غتكثف الكونترول والمراقبه في الطرق الايطاليه في حفل راس السنه، وفات بالوعد ديالها.
لذلك البارح سجلنا 1347 شخص اللي تعطاتهم المولطه ديال 400 اورو، في حين انه 16 شخص من غير المولطه خذوا حتى الدينونشا حيت ما كانوش كيحترموا الحجر الصحي، و21 نيغوتسيو اللي تم يعني القفل ديالهم، و67 مالك ديال المحل التجاري اللي تعطاتهم المولطه، في حين انه العدد الاجمالي ديال الناس اللي تراقبوا راهم 64000، يعني نقولوا 65000 شخص، و 11841 محل تجاري او نيغوتسيو. لذلك اخوان راك فيما كتشوفوا عدد كبير ديال الناس اللي تراقبت، وعدد كبير كذلك ديال الناس اللي خدات المولطه. في مدينه فرنسا اخوان تعطات المولطه ديال 400 اورو للاشخاص متعدده حيت كانوا كيتنقلوا من بلديه الى اخرى بدون سبب اللي هو مهم، يعني ما كانوش غادي في زياره. الا ما كانش عندك زياره خارج البلديه ما يمكنش انك تخرج، ممكن انك دير زياره للاصدقاء والعائله حتى اليوم وحتى غدا ان شاء الله، ولكن في الحدود ديال الجهه، يعني تقدر تخرج من البلديه، ولكن الا كنتي باغي تمشي لواحد البنكة ولا نيغوتسي ولا تقضي شي حاجه هكا ما يمكنش لك انك تخرج من البلديه. كذلك في ستاسيون دي سانتا ماريا نوفيلا ديال فرنسا راه لقاو يعني جوج اشخاص اللي بلا ماسكيرينا. ديما في فرنسا اخوان شخص بلغ على واحد الحفله اللي كانت في جانب الدار ديالو، وكيف ما وريتكم البارح بلا انه كانوا كيقولوا بلا واحد 47% ديال الايطاليين مستعدين انهم يبلغوا على الناس اللي غتحتفل، وفعلا داكشي اللي وقع. في هذا الاحتفال لقاو 14 شخص اللي عندهم ما بين 20 و 30 سنه، وبطبيعه الحال كلهم خداو المولطه. كذلك الحادث اللي وقع في البروفينشا ديال موادينا، اربعه الدراري كانوا في الطوموبيل داروا اكسيده خرجوا في السيمافورو مع جوج ونص ديال الليل، ومن بعد ما انه داروا اكسيده حاولوا انهم يهربوا باش يعني البوليس ما يوقفوهمش وما يعطيوش المولطه من غير انهم داروا اكسيده، لكن البوليس قدر يتوصل ليهم ولقاهم واعطاهم المولطه. دابا يا اخوان نجيو للحرب ديال الاحتفالات، فعلا راه حرب، ما قالتش كلمه حرب غير هكاك، وغتشوفوا اشنو وقع البارح في ايطاليا. البارح يا اخوان 229 تدخل ديال الفيجري ديال فوكو، يعني مقارنه بالسنه الماضيه راه السنه الماضيه كانوا 686 في الطاليين كامل، هذا العام غير 229، ولكن راه كان حضر التجوال الاخوان وما كانش من الممكن انه الواحد يخرج، لذلك هاد 229 راهم ديجا بزاف. في مدينه اسطي مات واحد الدري عنده 13 سنه بسبب هادشي ديال القنبول وديال الاحتفالات. كذلك العدد الكبير ديال التدخلات اخوان كان في لاتسيو 45 تدخل، كامباني 40 تدخل، بولي 24، والفانيتو 19، لومباردية 18، وسيشيليا 17 تدخل. في حين انه الارقام ديال الضحايا ديال هذه الحرب ديال الاحتفالات اخوان هو انه 29 جريح، فيهم 23 شخص اللي يرقدون في المستشفى، في حين انه السنه الماضيه كانوا 204 الجرحى و38 فيهم كان في المستشفى. لذلك مشوا شوفوا شنو وقع في اسطي اخوان، في واحد الكامب روم، يعني في هذاك الكاريه اللي كيسكنوا فيه الروم، يعني هذوك الزينغري كانوا يعني كيحتفلوا، وواحد الدري جات فيه قنبله تفرقت ليه حدا الضلع ديالو، داوه السبيطار اخوان، ولكن قبل ما يوصل السبيطار كانت عنده شي سكسه قلبيه. لذلك واخا هكاك الوالدين ديالو والعائله ديالهم راكم عارفين الروم يا اخوان هنايا نوضوا الصداع وخربوا البرونتو سوكورسو، علاش؟ حيت كانوا باغيين يدخلوا يشوفوا الدري، ولكن المستشفى ما خلاهمش باش يديروا التحقيقات ويديروا التشريح ديال الجثه باش يعرفوا واش مات بقنبوله ولا بقرطاسه، حيت لحد الساعه باقي ما عارفوش، ولكن كيرشحوا انه يكون قنبوله. في حين انه في نابولي اخوان كانوا 9 الجرحى، السيده الخطيره فيهم هي اللي ضربتها واحد السكيت ديال الحديد ما بين نيفها والجبهه ديالها، في حين انه واحد الشخص اخوان اللي عنده 30 سنه في نابولي دائما مع ديك الربعه ديال الصباح كان كيجمع في شي قنبول اللي ما تفركعش، ولكن الوقيته اللي كان يجمع فيه تفركعت ليه وحده في يده، ماشي حالته صعيبه ولكن غتعطاه للدينونشا، علاش؟ حيت كان خارج في وقت اللي ما خصوش يخرج فيه. في حين انه حالات اخرى في ميلانو راه الحاله كانت مزيانه يا اخوان، وبنادم احترم القوانين، يعني ما كانش شي تدخلات كثيره، كانت حاله اللي هي صعيبه شويه ديال واحد الشخص اللي عنده 54 سنه تفركعت حداه واحد القنبله اللي هي كبيره بزاف، واضطروا يعني في البروتوس كورس انهم يقطعوا ليه جوج الصبعان ديالو. في حين انه في مدينه اربيني واحد الدري اللي عنده 16 سنه مريسكي دابا حاليا انه يحيدوا ليه العين اليمنى ديالو وكذلك اليد اليمنى ديالو، علاش؟ حيت تفركعت واحد القنبله اللي كانت بالقرب ديالو بزاف. او في مدينه روما يعني الحالات كانوا 9 ولكن ماشي شي حاجه اللي غرافي. في مدينه كالياري عندنا شخص اللي عنده 29 سنه قطعوا ليه يده يا اخوان، علاش؟ ربما واحد القنبله اللي هو مصيبه يعني حرفيه ارتيجانال نقدروا نقولوا لها، وربما تفرقعت ليه في يده، هذا الشيء اللي اضطر انه في المستشفى يقطعوا ليه الايد ديالو. في حين انه كانت ما بين الحوادث اللي هي خايبه واحد الشخص اللي عنده 46 سنه في الجهه ديال البازيليكاتا اضطروا انهم يقطعوا ليه ثلاثه الصبعان ديال اليد ديالو اليسرى، علاش؟ حيت تفرقعت ليه واحد القنبله في يده. لذلك اخوان راه كما كتشوفوا معايا حالات متتعدده، في نفس الوقت غادي نوريكم هذا الفيديو يا اخوان، هاد الناس اللي كتشوفوا معايا كيشفروا من هذا المحل التجاري هنايا، وغنوريكم الفيديو شويه شويه يا اخوان كما كتشوفوا كيدخلوا يهزوا السلعه. وبطبيعه الحال يا اخوان السيد اللي كيصور في هذا الفيديو ربما كيعرفوا الناس اللي موالين هذا المحل، هذا المحل كيبيع الملابس، عيطوا ليهم في التليفون وغيجيو بالباندا باش يحبسوا هذه الشفره.
كيفما غتشوفوا معايا راه كيجيو الناس يكونترولي واش جاي البوليس ولا لا. هما ثلاثه الشفاره عندهم هاد الطوموبيل وهاد الطوموبيل حاطن هنايا شويه غيجي يركب فيها واحد باش يبقى حاط الطريق. غنوريكم الفتره اللي غيجي الباندا هي هذه يا اخوان. هنايا الباندا جاي وكسكلاكسوني باش يعني تحبس الشفاره. باندا راه كفاه مول الحانوت وغادي غيخرج فيهم كاملين يا اخوان. ولكن راه باندا ما عندها ما دير قدام الطوموبيل اللي هي كبيره بزاف في الحجم. غادي يهربوا بثلاثه هو غيبقى تابعهم. الكاميرا ما غتبينش ولكن من الاحسن الواحد ما يبقاش تتابع في هذه العمليات بحال هكا. يقدر يكون عندهم السلاح يتيلو فوق ما خاسرين والو. وكيف ما كتشوفوا معايا اخوان الطارقه راه ما كايناش عند اللانش يعني راه محيط الطارقات هاد الناس. وغادا هادشي راه وقع في افراغ ولا اللي هي قريبه من نابولي اخوان. استغلوا الفتره ديال 12 ديال الليل حيت كيبداو يلوحوا القنبول الناس وداكشي فرقعوا المحل التجاري ودخلوا بداو كيسرقوا باش يعني حتى شي واحد ما يدي ما يجيب. فيما يخص الجلبه يا اخوان واللقاح العمليه ديال التلقيح ديال الشعوب العالم راه غادا مزيان يا اخوان. الحدود الساعه وعلى حساب واحد الموقع ديال جامعه اوكسفورد الانجليزيه كتقول بلي انه حوالي 10 المليون ديال الناس جلبت في العالم. كنتكلموا على 9 المليون و800 الف شخص يعني ما بقى والو 10 المليون. وصراحه كاين اللي يعني باقي ما جدوش الارقام لذلك نقدروا نقولوا بلي انه 100% فايت 10 المليون. لذلك البلد اللي كيتراس اللائحه ديال اكثر الشعوب اللي جلبت هو الصين ب 4 المليون ونص ديال الناس اللي جلبت الحدود 31 ديسمبر الحدود البارح. في حين انه كتبع امريكا اللي عندها 2 المليون و800 والبلد الثالث هو الكيان الصهيوني اللي جلب ديجا المليون من المواطنين ديالو. لذلك اخوان في اوروبا كما كتشوفوا معايا يترأس اللائحه بريطانيا اللي كجلبت تقريبا حوالي مليون ديال الاشخاص. كنتكلموا على 945 الف في الحدود 27 ديسمبر. لذلك الا جينا ناخذ 28 29 و30 و31 ربما نقدروا نقولوا انهم فاتوا مليون ديال الناس اللي جلبت. تكتبع المانيا ب 131 زائد ايطاليا اللي وصلت ل 33 الف. وصراحه اخوان هذه المقارنه تكتب شي جوج سوايع هذه. لذلك غنمشيو نشوفوا الارقام الصحيحه ديال ايطاليا. ايطاليا اخوان الحدود الساعه الحدود الخمسه ودقيقه جلبت 34296 شخص. اكثر جهات اللي جلبوا الناس في ايطاليا وانا كنوعدكم باننا غنبقاو نشوفوا هذه اللائحه يوميا بحال بحال الارقام الوبائيه. لذلك غنتكلموا على انه اكثر جهه هي جهه لاتسيو ب 6697 كتبعها البيمونتي ب 5077 يليها كذلك الفينيتو اللي عندها 4279 وبطبيعه الحال هذو هما باقي الجهات اخوان كيف ما كتشوفوا معايا. الكامبانيا 2204 الليميليا رومانيا 3161 اكثر ناس جلبوه هما النساء 19700 فيما يخص الرجال عندنا 14583. بزاف الناس كتسال علاش حيت على حسب ما فهمتي اخوان هو انه الناس اللي كيجلبوا ليهم دابا حاليا شكون هما ممرضين واطباء والناس اللي خدامين في ديور العجزه والاكثر ديال هاد الناس هما نساء يعني ديور العجزه راه الغالبيه ديالهم نساء وماشي رجال. هادشي علاش النساء اكثر. في حين انه اكثر ناس جلبوه هما الناس اللي عندهم ما بين 50 و 59 سنه اللي هما 9909 في حين انهم الناس اللي من 40 و 49 هما الثانيين اللي هما 7878. شكون هما هاد الناس اللي جلبوا؟ الناس اللي جلبوا يا اخوان هما يا اول وحدين اطباء وفرمليين 30305 يعني في هاد 34000 اللي كنشوفوا دابا حاليا راه 30000 شخص منهم اطباء وممرضين. لذلك يا اخوان الناس اللي مازال عندها الشك وكتقول لك غيضرونا وغيديروا لينا وغيفعلوا لينا وغيتركوا لينا واش حتى في النظر ديالك 30 طبيب غير في ايطاليا. ما غنتكلمش على الصين وما غنتكلمش على امريكا وما غنتكلمش على الدول العالم الاخرى. في نظرك 30000 طبيب في الطاليان غيدق لواحد البراء اللي هو ما متيقلش منه واللي هو غضر ليه صحته اللي هي غتقتله. في المرتبة الثانية عندنا بيرسونالي نون ساريتاريو يعني ناس اللي خدامين في المقرات يعني اداريين وداك الشيء ولكن ماشي اطباء يعني خدامين في مثلا في ديور العجز وداك الشيء ولكن خدامين في الاداره. في حين انه الناس اللي هما مصادفين يعني الناس اللي كبار في السن عجزه واللي متخلى عليهم ولا يعني مراض وكيساكن في واحد ديور العجزه هذوك راه 1888 شخص اللي جلبوا الحدود الساعه. لذلك راه كما قال لنا اركوري المفوض ديال الحكومه بانه غيبداو بالاطباء والناس اللي خدامين في السبيطارات والناس اللي كتصادفهم ديور العجزه. قبل حملة التلقيح يا اخوان قبل نهار 27 في شهر 12 الوزارة ديال الصحة نشرت هذه الوثيقة اللي هي تقريبا في 14 صفحة. هذه الوثيقة وهاد الأوراق يا اخوان خاصكم تسنيو عليهم قبل ما ديروا الجلبة. بطبيعة الحال أول حاجة غيمشي ليها الرأس ديال بزاف الناس والتفكير ديال بزاف الناس هو أنه إذا هذه الورقة اللي بغاوني نسنيو عليها راه غادي نسني عليها باش نقول بلا أنه إلا وقعت لي شي حاجة راه أنا المسؤول وغادي يتسلوا هما من المسؤولية. لا يا إخوان الهدف ديال هذه الوثيقة ماشي هو هذا. خاصكم تصنتوا لهذ الفقرة تعرفوا ريوسكم علاش سنيتوا وغتعرفوا وغتفهموا كل شيء على هذه الوثيقة. هذه الوثيقة يا إخوان كيف ما غتشوفوا معايا فيها الاسم والكنية فيها تاريخ الإزدياد مكان الإزدياد الريزيدنس ديالك التليفون وكذلك النمرة ديال التأسيرة السانيتارية. من بعد كتقول راك قريتي وراك فهمتي بواحد اللغة اللي أنت يعني كتفهمها لا ليغاتو رقم واحد. وغنمشيو نشوفوا هذا الرقم واحد شنو هو.
كتقول كذلك بلا انه لا ليغاتو رقم جوج راك عمرتيه يعني بكل معلومات اللي هي حقيقيه وعاودتي يعني كونتروليتيها مع الطبيب اللي غيكون معاك. بطبيعه الحال في هذه الحاله غيكونوا معاك جوج اطباء اخوان اللي هما مختصين بالجلبه، اللي في هذا الواقع كتقول بلا انك راك طرحت عليهم اسئله حول الحاله الصحيه ديالك وحول الجلبه وبلا هما جاوبوك وعطاوك جميع الاجوبه على الاسئله اللي عندك. هذا الشيء كيعني بلا انه انت عندك الحق انك تسولهم وتطر عليهم اي سؤال بغيتي، وهما واجب عليهم انهم يجاوبوك حيت في الورقه اللي كتسيني كتقول بلا انهم راه جاوبوك، لذلك طرح عليهم الاسئله اللي بغيتي اللي عندك شي شك وهما غيقولوا لك كل شيء. فالفقره الثالثه كتقول بلا انه راه علموك على شنو هما الاشياء الايجابيه ديال هذه الجلبه والاشياء السلبيه، وفي نفس الوقت كيقولوا لك شنو هما العواقب الا ما بغيتيش تجلب. حاجه اخرى اللي مهمه يا اخوان كتقول بلا انه انت راك عارف الا وقعت لك شي حاجه ولا شي اعراض جانبيه راه المسؤوليه ديالك تهز التليفون وتعيط للطبيب وتتبع المعلومات اللي غيقول لك والنصائح اللي غيقول لك، ماشي كيقول لك راه المسؤوليه ديالك الا وقعت لك شي حاجه، المسؤوليه ديالك انك انت تعيط للطبيب. يعني نفرق ما بين الاشياء حيت بزاف الناس هذه النقطه ما فهموهاش مزيان. ما تيقولش لك وقعت لك شي حاجه باعراض جانبيه المسؤوليه راه ديالك، لا، الا وقعت لك شي اعراض جانبيه المسؤوليه ديالك انك تعيط للطبيب، يعني تعيط للطبيب هي اللي المسؤوليه ديالك ماشي الشيء الاخر. في حين اخر شط كتسين عليه هو انه كتقبل تبقى 15 دقيقه في هذيك البلاصه اللي غتجلب فيها باش يشوفوا واش عندك شي اعراض جانبيه ولا لا في هذيك الحاله، حيت الناس اللي كتجلب كتبقى واحد ربع ساعه تحت المراقبه. هنا كتقول بلا انه راه غنبقى 15 دقيقه من اجل المراقبه. الا قبلتي غتكتب التاريخ والمكان وكتسيني، الا ما قبلتيش غتكتب التاريخ والمكان وغتسيني هنايا. الناس اللي ما بغاش تقبل يعني الا ما كنتيش غادي تقبل غادي تمشي تما وغتسيني على هذه الورقه. في الورقه 7 غيكتب الاسم ديالو الكنيه ديالو الطبيب الاول الطبيب الثاني المهام ديالو هنا والمهام ديالو هنا وغيسينيو عليها بجوجهم. حاجه اخرى هنايا في الورقه مختصه بالجلبه، في حاله ما انه الواحد قبل غيكتبوا ليه الجرعه الاولى في اناء ادخالها واش اليد اليسريه ولا اليمنيه، النمره ديال القرعه، التاريخ ديال السكادينسا، المكان، التاريخ اللي عطاوك فيه والساعه اللي عطاوك فيه الجلبه، والتسينيه ديال الطبيب اللي دار لك الجلبه، الجرعه الثانيه كذلك، وهذه خاصه بالجلبه يا اخوان. في حين انه في الورقه رقم 8 هذا هو لاليغاتو اونو اللي قلت لكم غنمشيو نشوفو. علاش غادي تقبل؟ كتقول بلا انه الجلبه ديال فايزر بيونتيك راه بلاها واحد الدواء اللي كيخلينا نتجنبوا اننا نمرضوا بالكوفيد 19. في النقطه رقم 2 كقولنا بلا انه الجلبه كتخلي انه الجسد ديالنا ياكتيفي الحمايه، يعني كيدير واحد المضادات ضد الفيروس قادر على انها تمنع المرض ديال الكوفيد 19 يدخل الخلايا ديالنا. في النقطة رقم 3 كيقولنا بلا انه الجلبة ديال فايزر تقدر تعطاها غير اللي عنده اكثر من 16 سنة. في النقطة رقم 4 كيقولنا بلا انه الجلبة ما تقدرش تعطاها للعيالات اللي حاملات ولا العيالات اللي كيرضعوا. في النقطة رقم 5 كيقولنا بلا انه الجلبة راه كتعطى في البلاصة العالية ديال الدراع ديالنا، وهما راهم جوج جرعات على بعد 21 يوم من الجلبة الأخرى. وهنا كيقولنا بلا انه راه من الاهم انه الشخص اللي غيجلب المره الاولى الجرعه الاولى انه يجي الجرعه الثانيه، وفي حاله ما انه الواحد نسى خاصو يتصل للطبيب الشخصي ديالو وهذيك الساعه غيقول ليه شنو يدير. في النقطه رقم 6 كيقولنا ربما نحتاجوا 7 ايام من وراء الجرعه الثانيه باش الجسد ديالنا تكون عنده حمايه كامله على الكوفيد. هذا الشيء كيعني بلا انه ملي غتاخذ الجرعه الاولى ما تقولش راني محمي، خاصك تصبر الجرعه الثانيه، ومن يدوز الثانيه خاصك تصبر تدو 7 ايام، يعني في الطوطال اخوان خاصنا نصبروا واحد الشهر على الجرعه الاولى باش نقولوا احنا محميين. كنسنيو على انه بلا انه الجلبه ديال فايزر راه كتحمي 95%، وكيقولنا بلا انه حتى من بعد ما انه الجلبه خاصنا نبقاو متبعين هذاك الشيء اللي تيقولنا السلطات الصحيه ديال البلاد ديالنا، يعني مثلا بحال ديال الماسكيرين وداك الشيء. حاجه اخرى اللي مهمه تيقول لنا كذلك بلا انه الجلبه ديال فايزر كتعتمد على الار ان ا ميساجير، وهذا الشيء راه شرحناه اخوان التقنيه اللي تيخدم بها، ولا بغيتوني نشرح لكم هذه التقنيه من ا حتى لزاد يعني من الاول حتى الاخر كتواليها في التعليق نشرحها لكم بطريقه مبسطه جدا اي واحد يقدر يفهمها. كذلك يا اخوان تيقولوا لنا بلا انه مناش متكون الجلبه، شنو هما المقادير ديال هذه الجلبه؟ 1.2 ديال ديزيتارويل اس ان جيلو شيرو، يعني كلشي داك الشيء معقد يا اخوان، كوليسترول وصوديو فوسفاتو، يعني تقريبا يا اخوان متكونه من ثلاثه الحوايج. اولا الار ان ا ميساجيرو الكود ديال هذيك البروتين اللي يعني كتخلي انه الجسد ديالنا يكون المناعه ضد الفيروس. ثاني حاجه املاح اللي كتخلي انه الجلبه توافق الجسد ديالنا. ثالث حاجه هما السكريات اللي كتحمي الجلبه وتخليها مزيانه. ورابعا واحد الدهون اللي كما كتشوفوا معايا هنا تقدر تكون كوليسترول اللي كتخلي انه هاد الار ان ا كتحافظ عليه وكتخليه مزيان. هادشي باش متكونش الجلبه. بطبيعه الحال يا اخوان
الا قرينا هاد المعلومات ما غنفهموهم والو، حيت انا مشيت واش خديتو الاوكي راه مشيت شفت انا اخوان خدينا الاوكي كلهم مواد كيميائيه اللي ما غنعرفو فيهم والو، وطبيعه الحال الاوكي كنضلوا ناكلو فيه النهار كامل ما كعندناش مشكل فيه. في حين انا في النقطه الثامنه كتسين على انه الفاشينوس تقدر تكون عنده اعراض جانبيه اللي مثلا كتوقع لواحد على 10، شنو هما؟ تقدر تكون عندك واحد الوجع شويه في الدراع ديالك، او انه يعني يولي احمر، او انه تحس بواحد شويه ديال العياء، او انه يكون عندك صداع الراس ولا دولوري موسكولار يعني يضرك المسكول ديالك، ولا يكون عندك السخانه. في حين انه حاجه اللي نون كوموني تقدر توقع لواحد على 100 يعني 100 شخص جلبو تقدر توقع لواحد، هو انه يتنفخ ليه الولسيسه ديالو. علاش تنفخ ليه الولسيسه ديالو؟ الا شرحت لكم شنو هو هاد لارينيا ميساجيرو غتفهموا علاش الولسيسه غادي تنفخ. علاش؟ حيت كيكون الجسد ديالنا باغي يكون المناعه، والمناعه كتكون في لاباز من الولسيسه. كاين الاعراض اللي هما واللي هي راره وناديه كتقدر توقع الناس اللي هما يعني عندهم الالرجيه خايبه بزاف، يعني تقدر تجيهم الحكه، تقدر تجيهم يعني الوجه ديالهم يتنفخ، او انهم تولي عندهم شويه تنفس صعيب. النقطة 9 كتقول لنا بانه ما نقدروش يعني نمرضوا بالكوفيد من بعد ما انه كنجلبوا، حيت كاين واحد الاشعاع كدور كيقول لك لا راه غيتزرعوا لينا وغيمرضونا بديك الجلبه. كيقول لك هنا في هذه النقطه رقم 9 مستحيل انك دير الجلبه والجلبه تخليك تمرض بالكوفيد. الكوفيد تقدر تمرض به الى عادك شي واحد ماشي من الجلبه. وفي النقطه رقم 10 واللي هي اهم صراحه يا اخوان، كتقول لك بانه حاليا ما قادرش نعرفوا واش هذه الجلبه كدير اعراض على مدى طويل، يعني ما نقدروش نعرفوا واش عندها شي اعراض خايبه من هنا للقدام. علاش؟ حيت بطبيعه الحال الجلبه يلا عندها تقريبا واحد السنه باقا ما كملتهاش، من هنا لخمس سنين وست سنين هما ما عارفوش واش تقدر تكون عندها اعراض. لذلك اخوان مستحيل انهم يعرفوهم وخاصهم يتسناو لواحد خمس سنين وست سنين. ولكن الجلبه ما تقدرش تسنى خمس سنين وست سنين. علاش؟ حيت خاصنا نجلبوا ونخرجوا من هذه الازمه الصحيه. وطبيعه الحال هنايا هاد الورقه راك تعمرها نتايا، ولا ما قدرتيش تشري عمر معاك الفرمين ولا الطبيب. واش يعني كنت مريض؟ واش كانت عندك السخانه؟ واش عندك الديابيتي؟ واش يعني انت حامله؟ واش بزاف الاسئله. واش كانت عندك السخانه مرضتي بالكوفيد وداك الشيء، وبزاف الحوايج اللي كيخصوكم نتوما والحاله الصحيه ديالكم باش يعرفوا اشنو هما المشاكل الصحيه اللي عندكم وشنو هما الحوايج اللي عندكم مرض بها، حيت خاصهم يعرفوهم كاملين يا اخوان. فيما يخص الحاله الوبائيه يا اخوان، في ايطاليا راه كنرجعوا نفوتوا 20000 حاله. اليوم راه اليوم الثاني على التوالي كنسجلوا 22000 حاله و211، العدد الاجمالي كيوصل 2,129,000، في حين انه الوفيات كنوصلوا 462 حاله وفاه، العدد الاجمالي كيفوت 74000، في حين انه الناس اللي كتشافى رقم لا باس به وممتاز، كيتشافوا في اخر 24 ساعه 16877 شخص. العدد الاجمالي راه قريب من 1.5 مليون ديال الناس اللي تشافات، في حين انه الناس اللي بوزيتيف مازال ومازال كتلقى العلاج راهم 574000، اي بزياده ديال 4871. اليوم كيتزادوا وما كينقصوش بخلاف الايام اللي دازت. في حين انه هذا هو الرقم اللي صراحه كيخلي شويه ديال المخاوف، والصحافه الايطاليه حاليا راك تتكلم على هذه الارقام يا اخوان. العدد ديال التحاليل راه قل من البارح، كنتكلموا على 157000 تحليله، البارح كانت 186000 تحليله، والنسبه راها طالعه. الا كنا البارح كنلقاو 12.6 في كل 100 تحليله، اليوم راه كنلقاو 14 شخص بوزيتيف في كل 100 تحليله كنديرو، اللي هو رقم ماشي سهل يا اخوان، راه طالع بزاف. يعني كل 100 واحد كتعزلو وكدير لهم تحليله كتلقى 14 واحد بوزيتيف، رقم مرتفع. في حين انه في الانعاش راه ما كينقصوش الناس بزاف غير جوج، والرقم الاجمالي كيولي 2553، الناس اللي في المستشفيات كينقصوا ب 329 شخص، والعدد الاجمالي كيولي 22822. في حين انه توزيع الحالات حسب الجهات فهو كالاتي: عندنا اللومبارديا اللي كتسجل في اخر 24 ساعه 3056، الفينيتو كيسجل 4805 تقريبا بحال البارح جاي 5000، البيمونتي 1058، الكامبانيا 1734، ليميليا رومانيا 2629، لاتسيو 1913، التوسكانا 589، سيشيليا 1122، بوليا 1395، ليغوريا 412، فريولي فينيتا جوليا 715، ليماركي 693، لابروتسو 409، سردينيا 395، بولتسانو 270، لومبريا 228، كالابريا 345، ترينتو 193، البازيليكاتا 156، الفاليدا وسطى 17، والموليزي 106 الحالات. فيما يخص الحالة الوبائية في المغرب يا اخوان، راها غادا في استقرار كبير. اليوم كنسجلوا 1777، العدد الاجمالي ديال الناس اللي تم الاستبعاد ديالهم راهم 14578، في حين انه الناس اللي كتشافى في اخر 24 ساعة كنتكلموا على 2134، والناس اللي كتوفى في اخر 24 ساعة للاسف راهم 37 شخص، والعدد الاجمالي كيوصل 7425، في حين انه الناس اللي كتلقى العلاج راهم غادا وكينقصوا يا اخوان، واليوم كيوليو 23907. توزيع الحالات حسب الجهات فهو كالاتي: الدار البيضاء 1680،
طنجة تطوال الحسيمة 309، الرباط صلا قنيطرة 176، سوس ماسة 149، مراكش اس 143، الشرق 95، فاس مكناس 58، بني ملال الخنيفرة 53، درعة تفيلات 40، عيون الساقيه الحمراء 35، داخلة وداب 18، قول ميم واد نون 15. وبهذا يا اخوانكم كون وصلنا لاخر الحلقة، تهلاو في اليوتكم والى لقاء في فيديو قادم ان شاء الله.